بدأت فرقة الحرية للفنون الشعبية بالإسكندرية والتي تخصصت في تقديم كافة الفنون التراثية المتعلقة بالإسكندرية عبر تاريخها الممتد في تقديم عروضها الفنية المتميزة في الممشى السياحي بالعلمين الجديدة. وقدمت الفرقة عروضها بصحبة فرقة التنورة الشعبية، ولاقت العروض إعجابا من الجمهور وتفاعلا كبيرا مع الراقصات السكندرية التراثية وعروض التنورة الرائعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. الفرقة أنشئت 1995، تمام. انضمامي ليها كان بسبب إن أنا شفت إن الفرقة لفت دول العالم، تمام، بتقدم في الكلور السكندري بتاعنا، فأنا حبيت أشارك. فأنا بقالي دلوقتي 8 سنين بقالي في الفرقة، ف لفيت كذا دولة، تمام، رحت بتاع 3 دول، الهند وبلغاريا والصين. فيعتبر أول مرة لينا هنا في العالمين، فيعتبر العالمين بجد من مكان متطور جدا، حاجة تانية. فإن شاء الله في نجاح لنجاح. اتحركنا بالفرقة من 3 سنين، وتراث اسكندرية بنقدم رقصات شبه بنات بحري واسكندراني وكده، يبقوا مبسوطين جدا وجهالي فرحانين بينا قوي. واحنا فرقه ناجحه جدا، فرقه الحريه دعم كبير بالنسبه لنا، فرقه كبيره بالنسبه لنا. في فرق كتير، في مننا فرق يعني في اسكندريه وكده، بس احنا اكتر فرقه يعتبر كبيره وكده ليها اسم. الحريه كيان.